مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلو جدا سهلة وبسيطة وسريعة، بتتحضر بوقت كتير كتير بسيط، حلو ان شاء الله بتنال اعجابكم. مغمسة بالشوكولا بهيدا الشكل الرائع والحلو. بسم الله. شايفين من منظر شوكولا دايبة على الوجه، محشية بسكوت، كتير كتير روعة. مغمسة بالشوكولا مثل ما شايفين، ورائعة وكتير كتير بسيطة. شفتوا كيف بهيدا الشكل الحلو والرائع؟ لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا بسكوت على شوكولا، ممكن اي بسكوت متوفر عندكم على شوكولا تستعملوا، يكون محشي كريمة. صفهم بالصينية، بحطهم على جنب. نستعمل حليب كوب اثنين، حطينا كوبين حليب، حط ملعتين طعم سكر، ملعقة اثنين، كاستر ملعقة اثنين، خليتهم شي بسيط على البارد. هلا بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط وصار بهيدا القوام، هلا منحطه على البسكوت. بحط نص الكمية على البسكوتات، كمان برجع بصف طبقة بسكوت، بحط كمية الكستر اللي بقيت عنا. حطينا الكسترات اللي بقيوا عنا، هلا بمدوا نفس المستوى. بحط نص كوب حليب بالطنجرة، ملعتين صغار سكر، ملعقة صغيرة نشا، ملعقة صغيرة كاكاو. حركن شوي على البارد، حركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط وصار بهيدا الشكل، هلا منطفي الغاز، منحط الخليط على الكاستر. بحط الحلو على جنب لتبرد بحرارة الغرفة، وبرجع بحطها بالبراد اقل شي ساعة. هيدا الحلو بعد ما حطيتها بالبراد ساعة، انا رح ضيف على الوجه حط شوي شوكولا، انتو اذا بدكن ما ضروري حسب ما بتحبوا. عندي هيدا صوص الشوكولا رح حطه على الوجه، بيعطي تاتش كتير حلو. هيدا الحلو اللي عملتها أنا وياكم، حلو بعتقدي كتير بسيطة وسهلة وسريعة وما بتاخد معنا وقت بالتحضير. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.